السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو يلقاكم في حوال طيبه. الفيديو ان شاء الله الى كتاب تشوفوه في اول رمضان. كنتمنى ان شاء الله يا ربي ليكم صيام مقبول، وان شاء الله كاع اللي تمنيتو تحققوه يا ربي، وتقبل دعواتكم في هذا الشهر الكريم. والله يدخلوا عليكم وعلى عائلتكم بالصحه والرزق وطول العمر وباش ما تمنيتو ان شاء الله. المهم هذا الفيديو هذا غنبارطاجي معكم تنظيف ديال الكوزينه. داركني الوقت ولكن كان عندي اشغال في الدار، الشيء اللي خلاني تعطلت شويه. كيف ما كتشوفوا غسلت القريعات ديال العطريه اللي كنت خديت ديال ايكيا وخليتهم تما نشفو، حطيتهم تنوصلهم ان شاء الله. الكوزينه حاولت نجمعها مع الفطور باش فطرنا، درتهم في لافيسيل والاخرين درتهم في الليفي اللي بغيت تغسلو باليد. وغادي نجي اول حاجه غادي نديرها وغادي نبدا نمسح الغبره اللي عندي الفوق. صراحه الكوزينه باش نكون واضحين نقيه ما موسخاش، ولكن غير فات العجاج، كان العجاج داز هاد الايام وانا عندي شراجم في الكوزينه، الشي اللي خلاها توسخات شويه. وحاطه شي مسائل فوق البلاكار في ديك الجهه كيف ما وريتكم، هذاك الشي غادي نحيدو وغادي نحاول نرد كل حاجه بلاصتها. المهم هانتوما معايا غادي تشوفوا اي طاش درتها. جبت لي برودوي باش غادي نخدم، حطيتهم كي قلت لكم الكوزينه ما موسخاش، يعني ما غاديش نغسل الحيوطه ما غاديش ندير والو، نحاول ندير الشيء اللي قدرت عليه، يعني راه باش نقد كل شيء في خطره صعيب عليا شويه. وهادو هما الشريجمات اللي قلت لكم عندي في الكوزينه فاش داز العجاج شويه دخل لي الغبره، سورتو في هذيك الجهه اللي كاينه جهتهم يلي زعما بان فيها الغبره بزاف بارابور الجوايه الاخرين. المهم غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نبدا بها هي هاد الجهه هادي. ديجا عندي هاد البلاكار هذا الفوقاني نقي، يعني ما فيه والو، دايره فيه دي ماشين الكبار اللي مهزومش ليا البلاصه اللي دايره فيها الغونجمون، وحاطه فيها هاد جوج سليلات هادو كنجمع فيهم البسكويت، سواء ديالي ديال الريجيم سواء ديال البنات سواء ديال الحلويات. المهم البسكوي اون جينيرال كنديرو هنايا في هاد السليله، كيبقى ليا هكا باين وما مخلطش ليا مع التقديه ديال الدار. المهم كي قلت لكم هاد البلاكر هذا الداخل ديالو ما غاديش نمسو حيت عاد منطفاه نقي ما فيه والو، غنخليه هو هذاك. وهاد البلاكر كذلك اللي حداه هذا تندير فيه اي حاجه عندي ديال الخشب، كل شيء جمعهم هنايا حتى هو نقي ممسوح مقاد مستف، دونك ما غاديش نقيسهم. غادي نجيب السلوم ديالي وغادي نطلع باش نمسح في هذاك الفوق هو الاول. وبالنسبه للطريقه ديال المسيح غادي نمشي جهه بجهه. الكونجيلاتور عندي مقاد مستف، صوبت الفريز هو الوحيد اللي مصيب، قديتو عندي تما لي كيش لي فون ديال لي كيش وديال الميني برجر، هادوك عندي ديجا في الكونجيلاتور. المهم على الكونجيلاتور عارفه شنو فيه، نقي مسحتو غسلتو، الروينه هي اللي عندي في الثلاجه غادي نظفها حتى هي. ولكن هنايا الثلاجه ما غاديش نتقاسم معكم التنظيف ديالها حيت ديجا دايره فيديو مفصل، نخلي لكم لوليان ديالو في لا باغ دانفو غادي على الطريقه كيفاش هكا كنظفها وكيفاش كنظمها. وشتي البنات هذاك اللي وريتكم خديته في بمغزال كنمسح به كنسالي كنلوحو، هو كيجيرو لو كبير يعني بلا ما تقلبو تغسلو لي طورشون. وهذا عندي دي طول ديال الحامض حتى هو زوين هو باش غادي نمسح البلاكر. وعاد عندي البرودوي ديال الزاج هذاك دبيم هو اللي وليت كناخد مؤخرا عجبني بزاف. اول حاجه درتها كيف ما شفتو غادي ندوز واحد نقدروا نقولوا تشطيب على لي بلاكار من الفوق باش هكا ما نترونش. وهنا كنوريكم فوق الثلاجه، راه ما عنديش البلاكارات شادين العرض كاملين، يعني مخليين الثلاجه فين كتنفس، حيت بزاف كتسولوني من زاديه مع الفران ياك ما خلقت ليا شي مشكل ولا لا. الحمد لله راه لا الثلاجه لا الفران مخلياهم من اللور كيتنفسوا، مخليه داك اتساع هكاك. بون المهم من بعد ما شطبت كنجي كندوز هاد الطرشون هذا اللي وريتكم ديال بيم وديطول الحامض، عاد كنجي كندوز الطوشون الاخر ناشف كنشف به. شفتوا الفرق ما بين الاول والثاني؟ يعني ما تحتاج لا نحك لا والو،
وديجا ما عنديش داك، ما كنخليش الكوزينه تها كتروان، وداك ليدام كيلصق الغبره. لا دائما تقريبا نقول لكم الا عجزت عندي مره في الشهر كنمسح دوك البلاكارات من الفوق. هنايا الواجهه ديال لي بلاكار اشنو كنديرها باش كنضفها البنات؟ البرودوي ديال الزاج، لان عندي جلوسي بغيون، داكشي علاش هو اللي كندير لها، وكيخلي لها واحد اللمع، كيخلي فيها واحد اللمعان خطير. يعني كتجي الكوزينه ديالكم نقيه وفيها لابغيونس. من بعد كي شفتو صافي ساليت البلاكارات، جيت دزت نظفت الثلاجه، غديتها وغسلت لي بيت تغسل وساليت كل شيء، وعاد جيت ضفت نظفت باردون فوق البلاكارات، جبت الدورة من الفوق عليهم كاملين، وحتى هذاك ديال التقدية حتى هو نظفته من الفوق، نظفت شوية حدا الشراج من تما فين بانت لي الغبرة. وعاد هذوك لي زارتيك اللي كانوا عندي كل شي فوق البلاكارات نزلتهم، الديكورات وكل شي اللي بغيت تغسل غسلته ونشفته. انا هكا كنخدم يعني، ماشي كان هنزل ونحط ونعرم عليا في الاخر فاش كندور نلقى داكشي يخلعني، لا حاجه بحاجه. بديت الفوق مسحته ونشفته، انا غسل الحاجه ديالو نحطها هكا تسقطر شويه، نمسحها نردها بلاصتها، عاد ندوز نجبد حاجه اخرى باش هكذا ما كنتروش. دابا غادي ندوز للفران. الفران عندي مكرفص بزاف بزاف بزاف، ماشي التشويه. اول حاجه درتها شنو، حيت هذا المعنات اللي عندي فيه، هذوك لي بلافين كندير حاجه الفطور والكوتي كنحطها تما، كنحيد الشبيكات كذلك حتى هما ديال الفران، كنحيد كل شيء وجبت لي برودوي باش غادي نخدم هاد الخلطه. البنات اللي غادي ندير للفران غزاله، جربوها وردوا عليا الخبر. عندي ثلاثه د المكونات، عندي الخل، عندي حجر الليم. انا نعطيكم الاسماء ديال هاد الماده، كل واحد كي كيسميها، كي كيقول حجر الليم او لا سنيده الحامضه او لا لاسيد سيتريك، هادو هما الاسماء. تلقاوها عند اللي كيبيعوا الحلويات، مواد الحلويات، وتلقاوها كذلك عند العطاره. وخديت هنايا البودر ديال بيكربونات الصودا، هكا حاولت باش نشتتها هكا في الفران لداخل كامل، ونحاول البلايص كلشي نقيسها بيهم. وعاد عاوتاني تقريبا نفس المقدار ديال السنيده الحامضه او الحجر الليم او لاسيد سيتريك، حتى هو كنحاول هكا نوزعه على الفران كامل، سوا الزاجه سوا الفران في الداخل. وهنايا عاد كنجي كناخد الخل، وغادي تبداو ترشوه على داك الخليط، وانتم غادي نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا التفاعل البنات. اون فوا كترشوا الخل كيبدا التفاعل، وهذا هو اللي كيخلي البقع، كيساعد انه يزول البقع. راه الفران حالته ديال بصح. كنحاول هكا نعاون بيديا نسرح هذيك الخلطه على الفران كامل، الجناب وكذلك هكا في الفوق، وكنخليه كل ما خليته راه مزيان، غير مره طلعوا على الفران وبقاو ترشوا داك الخل باش هكا ما تنشفش الخلطه. راه كل ما تقريبا انا هنايا راه كنخليه واحد نص ساعه هكاك بين ما كنسالي لي طاش لي عندي. خويت هذيك البلاصه بلاصه الميكرو اوند، نقيتها خويتها لان كانت عامره، فين ما عندي شي حاجه ما لقيتش فين نحطها كنجي نحطها تما، الوراق شحال من حاجه. مهم من بعد جيت زولت الباب، وهانتوما البنات غتشوفوا الفران كي داير. راه صراحه عمر فراني ما وصل لهاد الدرجه هادي ديال هالي دام هالفرشيد الخبز، كان حاله. مهم حيدت الباب كي قلت لكم باش نصيب نخدم على خاطري، حيدت هذيك الجليده حتى هي اللي دايره في الفران. وهنايا غادي نبدا نحاول هكا، درت هي هاد البونجه هادي اللي كيكون فيها بحال داك الحلفه ديال الموكيت من تحت، هي اللي درت. ما تستعملوش نهائيا جيكس الفران ديالكم، سينو البنات غتجرحوا الفران كامل، وغادي يرجع حالته حاله، وغادي تخرجوا عليه وغيوليو الاوساخ يدخلوا ليكم تما. وهانتوما تشوفوا راه غير الفيديو شرح راسو، راه شفتو قبل وشفتو من بعد. من بعد ما غادي ما تقولوا ماشي نفس الفران. صراحه هاد الخلطه غزاله البنات، وحتى الزجاجه راه وليت ديتها للدوش وحليتها وحكيتها مزيان، اما راه كانت كحله ما بقاتش كتبين نهائيا. صافي رديت الجلده بلاصتها، وراه ساهله باش تردوها، راه كاينين دوك الحديدات كيدخلوا في التقيبات تما في الجنب،
وركبت الباب وهو الفران كيف ما كتشوفوا راجع تيشعل نقي كأنه جديد. الثلاجة هي حتى هي نقيتها. هنايا جا راجلي جاب لي التقدية وانا مازال ما ساليتش الروينة، والواحد البلاكار ديال التقدية حالته حالة، مرون حتى حاجة ما شادة بلاصتها. اللي جبد شي حاجة كيحطها في جناب، الحاجة اللي ما لقاو البنات فين يحطوها كيحطوها ليا تما. المهم اشنو درت، خويت لي صاشي اللي جاب، جيت حليت البلاكار هكا كنشوف شنو نحيد شنو ما نحيدش. المهم اول حاجه وليت حولت التقديه فوق البوطاجي باش نخوي الطبله وفوقها نخدم. خويت الطبقه الاولى غنمشي تبقى بتبقى حتى نسالي، ما كنعرمش عليا الروينه حيت الا حطيت خويت البلاكار كله غيخلعني داكشي ما نعرفش منين نبدا. خويت كي قلت لكم هذا ليطاج الاولى او الطبقه الاولى، وهنايا البلاستيك هذا ديال ايكيا غزال عفسي زعما، صراحه كينفعني البنات في التنظيم ديال الكوزينه، كيحافظ لي على لي بلاكار ديالي زوين، وسورتو في دوك الحبيبات ما كيخليوش القرع يزلقوا ليا. ولافونتاج اللي فيه انه كتغسلوه، يعني راه ماشي بحال دوك ديال التوب ولا تيكونوا بحال البابي تستعملهم كيتسخو كتلوحوهم، لا غسلته خليته كيتسقطر. جيت مسحت البلاكار لداخل بديتول ديال الحامض باش كيخلي لي ريحه زوينه، حاولت نشفه مزيان ما تخلوش فيهم الماء نهائيا. وعاد كنهز ديك التغطيه كل حاجه كنحاولها كنعمرها في القريعات وكنرد كل حاجه بلاصتها، واللي بيت لح كنلوحو صافي. اون فوا كنسالي الطبقه الاولى كندوز عاوتاني للطبقه الثانيه وانا غاديه حتى تنكمل كل شيء. هنايا في التحت بالنسبه للطبقات الاخرين منظمه بهذه المنظمات ديال ايكيا، حاليا انا جايني مزيانين، يعني ما كيبانش ليا شي بديل اخر اللي نقدر نستعمله. حتى هما نفس الشيء شنو غادي ندير، غادي نخويهم نشوف التقديه اللي فيهم شنو كاين تما، شنو اللي غادي نحيد، وكنزيد عليهم التقديه الاخرى اللي جاب راجلي باش هكذا. كنحاول كل صندوق كنعزل فيه حاجه من بعد، اكيد من بعد ما تنغسلو وتنظم كل شيء كنمشي بنفس الطريقه حتى تنكمل البلاكار كامل. وهانتوما شوفوا عاوتاني راه تيبان لكم الفرق، يعني الفوق القريعات عارفه شنو فيهم، هنايا دايره ستوك فقط ديال الليموس المعلبات، وهذا هاد الطاج الاخرى دايره فيها الالات الكهربائيه، واللي طاج التحتانيه كل شيء دايره فيها الخضره. هادو البنات راه كان عندي هنايا هي ثلاثة ديال الطبقات، كانت الطبقة الأولى الحد ديالها تما فين وريتكم، والطبقة الثانية كانت تما، والطبقة الأخيرة. وكنشوف لي سباس كان غير ضايع ليا، وليت زدت واحد الطبقة أخرى وهكا ربحت اسباس آخر اللي عاوني في الغونجمون. صراحة هادي كانت أحسن حاجة درت هنايا، هذا هو لي سباس اللي ربحت. درت فيه نيت لي ماشين اللي كنخدم بيهم اكثريه، جمعتهم هنايا كيجيني دابا ساهل انني نخدم بيهم، وحتى كيجيوني قراب. كنت في الاول ديرهم في البلاكار الفوق كانوا كيعذبوني شويه، وهنايا درت فيه هاد لي رونجمون هادو د الخضره غير مازال ما عمرتهمش. فوالا، وهانتوما تشوفوا البلاكار صراحه تنظم ولا كل شيء كيبان لك، يعني اللي بغيتها غاتجيني في متناول اليد. المهم ما كملتش معكم الشيء الاخر لان بحكم الوقت الا قبل التصوير ما غادي ندير والو. غسلت الحوت خليته كيتسقطر، غسلت الدجاج كذلك تسقطر وغطيته الثلاجه. هنا هي الربيع ما غاديش نلقيه باللي في الليل حيت دابا مشى الحال، غشديته ودرته من بعد في واحد التوب وخليته وغطيته وخليته حتى لغد ان شاء الله الا جيت من الخدمه عاد غادي نقادو. وتما درت الحمص خليته تيهز هكا، حيت كنت البنات حتى حاجه ما وجدتها، هذاك الشيء ترى شفتوه معايا التمر والبروات فقط. المهم حاولت انايا نخلي الدنيا كلها مجموعه وحط المجر هنايا البنات. حيدت العطريه اللي كانت عندي اللي في الغونجمون د العطريه ودرت هذا حيت انا كنخدم بزاف بالاعشاب وهذا شحال من حاجه ما كانتش كافيني هذاك، كنت شاده جوج بلايص على والو، واصلا هذيك بدات كتصدى ليا الغونجمون اللي كان عندي. درت هذا المجر درت فيه هذه القريعات ديال ايكيا، وصراحه كانت احسن حاجه درت. وهاد التيكيتات البنات غنبارطاجيهم معكم من بعد، هادو صيبتهم غير عند مول المكتبه.
ودارهم ليا في بابيه ديزيف وجبتهم وقطعتهم. يعني اختاريت انا غير من بنتيريس الموديل اللي بغيت. وهنايا المهم حاولت غير نجمع الكوزينه نخليها مقاده، مازال ما حطيت حتى شي ديكور فيها، مازال ما قديت حتى شي حاجه. ليسونسييل هو غير قديت هاد المسائل اللي غادي نحتاج. باقي البلاكارات الاخرين ما لحقتش باش نوصلهم البنات. هادو كانوا عندي نورمالمون الفوق، نزلتهم لتحت اون اتوندون نلقى شي رونجمون، حيت هاد المجر بالضبط خسرت عليه زباله ديال الفلوس وحتى شي رونجمون مزيان. هو هذاك كل مره شاري رونجمون بشكل وما تيجينيش هو هذاك نهائيا. وهنايا اكيد راني فرشت هاد البابي هذا باش هكا كيحافظ ليا على المجر ديالي. وهنا البنات غنقول لكم السلام عليكم، خليت لكم راحه البال، نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جايه. رمضان مبارك سعيد.